هو خلي بالك الابتزاز ده بيبقى قصد ايه؟ فلوس. اكيد. وممكن كمان حاجات تانية، يعني ممكن تروح لحاجة تانية. يعني لو احنا اتكلمنا كمان على الابتزاز، لو هو في لو ممكن في الشغل، يعني حد يبتز حد الحاجة ان هو التانية دي بيبقى تأثيرها ان هو عنده فراغ، بالظبط. لأن هو عايز يطلع فراغه على أي حد، اكيد. فبيتدور. ودي نقطة مهمة جدا جدا أنا عايز أقولها، أي حد بيبتزك أو بيستغلك بأي نقاط عاطفي، بأي نقاط مادي، بأي حاجة في السوشيال ميديا، بأي حاجة في الحياة، تأكد تماما إن هو شافك في وضع ضعيف. أكيد. حط الكلمة دي بقى تحتها 1000 خط، شافك في وضع ضعيف، صدقيني هيقرص عليك من ايدك، من هنا، من يمين، من شمال، هيقرص عليك عاطفيا، هيقرص عليك السوشيال ميديا، هيضغط عليك بكل حاجة، للبنت، بنت او شاب. اصل خلي بس بالك ممكن الشخصية تكون اكتر للبنت، لان ممكن البنت يكون كائن اكتر من البنت. ضعيف، فبالنسبة لها برافو، ممكن انا تصدق، ملاحظ لان ان حضرتك بتتكلمي في نقطة محددة، ما فيش مشكلة. 2 بيحبوا بعض، تمام واحد شاف ان البنت دي مدلوقة علي، أنا آسف في الكلمة تمام تمام، احنا بنتكلم بلدي عشان توصل للمشاهدين أكتر. اكيد. طيب دلوقتي ممكن يعمل معاها إيه؟ طب أنا محتاج منك فلوس، طب أنا دلوقتي معايا صور ليكي، طب مش عارف بقى. الموضوع بقى ابتزاز عاطفي ثم استغلال مادي، ضيع نفسيتها. طبعا. ودي النقطة بقى اللي هنتكلم فيها، طالما شاف في وضع ضعيف النفسية تصل للتوتر، لقلق، رقرق، ممكن يصل اكتئاب بالدرجة الحادة، مش عارف تبلغ ابوها وامها، لان ابوها وامها اصلا هما مش معاها. أكيد، بص خصوصا إن هما كمان لو من أماكن ما فيهاش، ما يعرفوش أكتر عن السوشيال ميديا والأجواء دي، أو محافظين شوية، يعني بالنسبة لهم. مش اقصد ده، تمام. انا دايما بنبه يعني انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب وبعمل فيديوهات على الفيس وبقول مقالات والكلام ده كله في الجرايد، تمام. دايما بنبه على النقطه دي. الاب والام لازم يبقوا سند للبنت، أكيد. لازم يبقوا سند للابن، لازم يبقوا سند لولادهم. يعني انا دلوقتي لما اخلي بنتي هي صديقتي، ولما تغلط او حد يستغلها او حد يوجعها، اول حاجه هتعمل ايه؟ هتجري على ابوها، أكيد. هتقول له حصل 2 3 4، حتى لو هي غلطانه، لان هي حاسه ان في سند، في اب بيسندها مهما لو غلطت. اصل خلي بالك، وانا كنت نبهت قبل كده في لقطه كده من مشهد اسمه الاب الروحي في المسلسل، اول ما البنت غلطت راحت لابوها قال لها هعدي المشكله، طبطب عليها، كان محمود حميده طبطب عليها قال لها هعدي المشكله وبعدين هنشوف هنعمل ايه. هو بيعالج المشكلة طبطب كمان، عليها، عشان شوفي يلاقي شوفي، ليها انا حل. حتى وانا بتكلم انا مستشعر المشهد، انا بترعش. حاجه متعه لما تلاقي الاب بيسند بنته، خلص المشكله، جه خدها فضله وقال لها ايه الغلط اللي انا عملته. يعني دي بقى مش هقول لك اب، لا ده انا هقول لك اب وام وصديق وكله، لان هو احتوى بنته. دي أهم حاجة. ويمكن ده كان في الفترات اللي هي زمان، ممكن كان الاحتواء، كان الأهل في احتواء لأولادهم أكتر، لكن دلوقتي عشان احنا في عصر السوشيال ميديا والتقدم والتطور، فكل واحد دلوقتي أول حاجة معلش الموبايل والفيسبوك والسوشيال هقول لك على ميديا حاجة حلوة، لو احنا 5 أب وأم وعيل وكل واحد معاه موبايل، هنعمل ايه؟ محدش هيكلم التاني. زمان كان في بيقعد على سفرة أو بيقعد على طبلية، بيقعدوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض. يعني أنا ليا صديق قال لولاده كل يوم جمعة اقفلوا موبايلاتكم وهنقعد مع بعض، بس دي هنرجع أحسن حاجة أكيد. بس. فده استشعر روح الأسرة اللي احنا دلوقتي ايه مفتقدينها. فهو في النهاية نرجع لموضوعنا، الابتزاز هو الاستغلال لما شافك ضعيف، شافك في وضع القوة. أنا آسف يعني هحط نفسي في المشكلة، تمام. لو أوكي. بنتي دلوقتي مستغلة وخدت أنا هقول لك موقفين، بنت خدت المشكلة وعيطت وانهارت ومش عارفة تقول لأهلها، النتيجة يا إما هتنتحر يا إما هتفضل تديله فلوس أو هو اللي هو اللي عايزه. طب بنت حصل لها نفس المشكلة قالت له طيب شكرا، طب أنا عايز من فلوس، انا مش هديك فلوس، وعم تالت المشكله اهي عم اتنقلتها لابوها، بقت معاها ظهر. وصله التواصل ما بين المستغل وما بين الشخصيه اللي هي بتستغل دلوقتي قامت قطعتها،
هيعرف المستغل يجيبها دلوقتي؟ اكيد لا. هيعرف المستغل يستغلها بفلوس او اي حاجه ناحيه تانية؟ اكيد لا.